أهلا وسهلا فيكم بمقر جامعة الدول العربية، وأنا بعرف إنه هذا اللقاء من اللقاءات الهامة اللي إحنا كلياتنا نتطلع عليها في مرحلة هامة في تاريخ مصر، واللي حرصت جامعة الدول العربية في هذه المرحلة على أن تكون هي مشاركة في متابعة مسيرة الإصلاح الديمقراطي في جمهورية مصر. ومن أجل ذلك شكل معالي الأمين العام لجنة متابعة ضمت حوالي 60 متابع من 16 جنسية عربية في الدول العربية لمتابعة الاستفتاء. وطبعا أنا بحب أني أشير لبعض النقاط والملاحظات اللي تمت، وإذا تسمحوا لي بس أبدأ في تبيان البيان اللي إحنا بدنا نوزع عليكم في نهاية هذه الجلسة، وهو موجود باللغتين العربية والإنجليزية أيضا. الواقع في إطار حرص جامعة الدول العربية على دعم مسيرة الديمقراطية والإصلاح في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وتلبية للدعوة التي وجهتها اللجنة العليا للانتخابات في جمهورية مصر للمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية للمشاركة في متابعة استفتاء على الدستور المصري، وجه معالي الأمين العام جامعة الدول العربية الدكتور نبيل عربي بالمشاركة في بعثة من جامعة الدول العربية لمتابعة الاستفتاء. وكلف معالي الأمين العام رئيس قطاع الاتصال والإعلام اللي هو أنا برئاسة البعثة التي ضمت في عضويتها 60 متابع من موظفي الجامعة اللي بينتموا ل 16 جنسية عربية، ليس من بينها الجنسية المصرية لحيادية المتابعي الاستفتاء. عقدت بعثة الجامعة الدول العربية خلال مهمتها عدة اجتماعات مع الجهات المصرية المعنية بعملية الاستفتاء. اجتمعت مع رئيس اللجنة العليا للانتخابات والمسؤولين في وزارتي الخارجية والداخلية، واطلعت على الترتيبات والإجراءات للاستعداد لعملية الاستفتاء، كما ناقشت كافة التفاصيل المتعلقة بمشاركة متابعي الجامعة الدول العربية في هذه المهمة. وفي هذا الإطار وقعت بعثة الجامعة مذكرة تفاهم مع اللجنة العليا للانتخابات حول حقوق وواجبات متابعي البعثة، وقد أعطت هذه المذكرة حرية التحرك للمتابعين وحق الحصول على الوثائق وإجراءات الاتصالات اللازمة، وطلب الاستضاحات من جميع الجهات المعنية بعملية الاستفتاء، إضافة إلى متابعة مجريات هذه العملية منذ بدايتها وحتى إعلان النتائج، مع ضرورة التزام أعضاء البعثة باحترام القوانين ومدونة السلوك الخاصة للمتابعين الدوليين، والتأكيد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية أو إعاقة مسار عملية الاستفتاء أو التأثير عليها. تابع أعضاء البعثة الجامعة مجريات عملية الاستفتاء في 15 محافظة. الواقع كنا إحنا حاطين 17، لكن لعدم وجود أماكن لتواجد فنادق في بعض المناطق تواجد الأعضاء، فتم الاقتصار على 15 محافظة مصرية ذات الكثافة السكانية العالية في الوجه البحري والقبلي والصعيد ومدن القناة، حيث قام المتابعون بزيارة اللجان الفرعية في مختلف المناطق في المحافظات على مدار يومي الاستفتاء، ووصل إجمالي عدد هذه الزيارات إلى 2300 زيارة لجنة فرعية في 682 مركز انتخابي، منها 33 لجنة فرعية مخصصة للوافدين المصريين، كما حضر أعضاء البعثة عملية الفرز في 77 لجنة فرعية. توصل المتابعون خلال الزيارات إلى تقييم لمدى توافق مجريات عملية الاقتراع والفرز خلال يومي الاستفتاء مع الإجراءات المنصوص عليها في القانون المصري والمعايير الدولية المتعارف عليها، ومنها إجراءات افتتاح وإغلاق اللجان الفرعية وتشكيلها وخطوات عملية الاقتراع والمواد اللوجستية اللازم لإتمامها، بالإضافة إلى تقييم سير عملية الفرز. في ضوء ما سبق ذكره، توصل المتابعون إلى مجموعة من الملاحظات الإيجابية والسلبية التي اتسمت بها عملية الاستفتاء والتي جاءت كما يلي. خلينا نبدأ بالملاحظات الإيجابية. 1. الإقبال الملحوظ على التصويت من النساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. 2. التأمين الجيد لمكاتب الاقتراع من قبل أفراد الشرطة والجيش. 3. توفر المواد اللوجستية التي تطلبها عملية الاستفتاء في اللجان المرعية فرعية.
4. انتظام تواجد أعضاء اللجان الفرعية في مواقعهم في معظم الأحيان. 5. تواجد متطوعين في مراكز الاقتراع لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. 6. المشاركة الجيدة من قبل متابعي منظمات المجتمع المدني في متابعة عملية الاستفتاء. 7. أدت مضاعفة عدد اللجان الفرعية إلى أكثر من 30,000 لجنة إلى تسهيل عملية التصويت وإنجازها بشكل أسرع، وبالتالي الحد من ظاهرة الازدحام في العديد من مراكز الاقتراع. 2. الملاحظات السلبية. 1. التأخر في افتتاح بعض اللجان الفرعية نظراً لتأخر وصول موظفي اللجان في بعض الأحيان. 2. عدم تعليق كشوف الناخبين خارج بعض اللجان الفرعية. 3. عدم توفر الحبل الفسفوري في جميع اللجان إلا أنه لم يستخدم وفي بعض الأحيان لم يستخدم. 4. عدم التدقيق في هوية صاحب بطاقة الرقم القومي في بعض الأحيان. 5. وجود بطاقات اقتراع غير مختومة في بعض اللجان. 6. كابينة الاقتراع كانت موضوعة بشكل لا يضمن سرية الاقتراع أيضا في بعض اللجان. 7. عدم غلق صناديق الاقتراع بشكل محكم في بعض اللجان. 8. إغلاق بعض اللجان الفرعية قبل انتهاء موعد التصويت. 9. حالات من عدم التنظيم داخل وخارج بعض مراكز الاقتراع نتيجة للازدحام الكبير. 10. استمرار مظاهر الدعاية الانتخابية داخل وخارج بعض مراكز الاقتراع بما يعد مخالفة لفترة الصمت الانتخابي. 11. عدم السماح للمتابعين في بعض الأحيان بدخول المراكز الانتخابية والطلب منهم الحصول على تصريح للدخول بالرغم من إظهار بطاقات الاعتماد الممنوحة لهم من اللجنة العليا للانتخابات، وقد يرجع هذا الأمر إلى عدم المعرفة والدراية الكافية بدور المتابع وحقوقه، مع الإشارة إلى تدخل اللجنة العليا للانتخابات لدى إبلاغها عن حالات منع المتابعين من دخول بعض اللجان وتصحيحها فوراً. 12. أدى تعطل أجهزة الحاسب الآلي في بعض لجان الوافدين إلى ازدحام وبطء وعدم انتظام عملية الاقتراع. 13. عدم معرفة بعض الناخبين وأعضاء اللجان الفرعية بإجراءات عملية الاستفتاء، الأمر الذي يستوجب مستقبلاً مزيداً من التوعية بإجراءات هذه العملية. الخلاصة: تؤكد بعثة جامعة الدول العربية أن هذه السلبيات ذات الطابع الفني لم تؤثر على سير عملية الاستفتاء في مجملها، وبالتالي لا تؤثر على مصداقية النتائج النهائية. وفي هذا الإطار تتوجه البعثة بالشكر والتقدير إلى اللجنة العليا للانتخابات في جمهورية مصر وعلى رأسها معالي المستشار نبيل صليب رئيس اللجنة على تعاونها وتجاوبها مع بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الاستفتاء على الدستور المصري، حيث لم تتوانى عن تقديم كافة المعلومات والإيضاحات والوثائق اللازمة والتي أسهمت في تسهيل وإنجاح مهمة البعثة. كما تعرب بعثة جامعة الدول العربية عقب انتهاء مهمتها عن تقديرها للجهود الكبيرة التي بذلتها كافة الجهات المصرية التي شاركت في عملية الاستفتاء، وتشيد بشكل خاص بالجهود التي بذلتها قوات الشرطة والجيش لتأمين عملية الاستفتاء طوال يومي الاقتراع وخلال عملية الفرز. هذا وسوف ترفع اللجنة البعثة تقريرها النهائي عن هذه المهمة إلى معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية متضمناً ملاحظاتها التفصيلية ومبينة الإيجابيات والسلبيات التي تمت ملاحظتها من قبل المتابعين والتوصيات الخاصة بتدارك السلبيات في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وسوف يتم إرسال نسخة من هذا التقرير إلى اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الخارجية المصرية. هذه التقرير هو أبرز الملاحظات الرئيسية التي تم ملاحظتها من قبل المتابعين، وكما ذكرت سيتم وضع تقرير تفصيلي سيرسل أيضا سيرفع إلى معالي الأمين واللجنة العليا فيما بعد، وسينشر على الموقع الجامعة الدول العربية. عدد المتابعين كانت أكبر لجنة تمت متابعتها في مصر، وأنا بتحدى لا يوجد أي منظمة أخرى كان عندها هذا العدد. في منظمات أعلنت عندها 200 و300
وطبعا وجدنا في النهاية اللي هو مش أكثر من 10-12. إحنا هذه اللجنة لجنة كبيرة وكانت من أقوى اللجان، 60 متابع غطوا، أنا حكيت بالعدد، غطوا 15 محافظة، كانوا على مدار الساعة موجودين. فأنا بعتبر أنه هذا كان يعني جامعة الدول العربية طلعت وبقوة في متابعة الاستفتاء. السلبيات اللي ذكرتها هي سلبيات معظمها فنية ولم تؤثر على نتيجة الاستفتاء، وهذه موجودة، إشي طبيعي، لا يمكن لأي اختراع أو انتخاب أو استفتاء أن يتم، إحنا بنقول عنا طريقة يعني إيجابية 100%، طبعا إلا يكون في سلبيات، ومعظم هذه السلبيات تكون غير مقصودة وسلبيات فنية بشكل خاص. بنفس الوقت أنا بعتقد أنه الإيجابيات اللي كانت موجودة كانت يعني أنا وجدتها وأنا شاهدتها كانت متميزة. يعني أول يوم كان في كثافة، وأنا قلت أنه هو عرس ديمقراطي لأنه هو بالفعل ما حصل بدعم شعبي، وخاصة أنا تحدثت في بداية أول يوم أنه المرأة أقبلت بشكل متميز وبشكل خاص على الانتخاب، وهذا طبعا يسجل وكان مشهد رائع للنساء كيف تصدروا المشهد بشكل متميز. أما بالنسبة لكلمة نعم أو لا، رصدنا أنه كان في خارج بعض اللجان كان في عملية الدعاية استمرت، وهي كانت رصدناها من السلبيات. إحنا عندنا المتابعين الحمد لله جامعة الدول العربية تم الإشادة بمتابعتها ل 54 ومراقبتها ل 54 اقتراع في دول مختلفة، ليس فقط الدول العربية إنما دول العالم. الآن يتم الطلب، إحنا رقبنا في أمريكا اللاتينية ورقبنا في أوروبا الشرقية وفي إفريقيا، ويتم الطلب يوميا من جامعة الدول العربية أن تكون من ضمن لجان المراقبين، وهذا مؤشر على المصداقية التي تتمتع بها هذه اللجان والأمان العام للانتخابات. إحنا البعثة تستمر في متابعة الانتخابات والاستحقاقات الدستورية الأخرى من متابعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. إحنا عندنا غدا اجتماع مع جميع المتابعين ولتقييم العملية، وحتى نستمع منهم لملاحظاتهم، حتى يمكن إنه إحنا كمان نعزز عملنا بشكل أفضل المرة القادمة إن شاء الله. إذن تسمحوا لي بنهاية هذا اللقاء أني أشكر كافة وسائل الإعلام اللي كانت معنا طيلة فترة الاستفتاء، وبشكر لجان المتابعة زملائي وزميلاتي من الدول العربية الشقيقة اللي تابعوا معنا من موظفي جامعة الدول العربية، وبشكر بشكل خاص الأمانة العامة للانتخابات في الجامعة اللي كانت معي طيلة فترة المتابعة، وطبعا كانت هي تجربة غنية، وإن شاء الله إحنا بنتمنى لمصر المزيد من التوفيق، ونتمنى لها لمصر أنها تستكمل عملية ومسيرة الديمقراطية بالانتخابات القادمة سواء كانت الرئاسية أو البرلمانية. وشكرا لكم.